بسم الله الرحمن الرحيم، حابب اتكلم معاكم النهارده على باقات اكستريم نت الموجوده من فودافون. باقات اكستريم نت هي باقات شهريه موجوده بنقدر نستخدمها. الباقات الموجوده هي باقه 5 بتدينا 150 ميجا بايت، باقه 10 بتدينا 500 ميجا بايت، باقه 20 بتدينا 1100 ميجا بايت، باقه 30 بتدينا 1800 ميجا بايت، باقه 40 بتدينا 2 جيجا ونص، باقة 60 بتدينا 4 جيجا، باقة 80 بتدينا 6 جيجا، باقة 100 بتدينا 8 جيجا، باقة 150 بتدينا 12 جيجا، باقة 250 بتدينا 20 جيجا، وباقة 400 أخيرا بتدينا 40 جيجا. أحد مميزات باقة اكستريم الجديدة هي إن أنت لو جددت الباقة قبل ميعادها ومعاك ميجات موجودة من الشهر اللي فات بترحل معاك للشهر اللي بعده. طيب الباقة ايه المختلف فيها؟ ان احنا بنقدر نجدد الباقة كل 28 يوم مش كل 30 يوم، ده عشان موضوع ترحيل الميجات اللي باقية من الشهر اللي قبله. طب لو انا عايز اخليها 30 يوم بنقدر ان احنا نخليها 30 يوم، بس بيتلغي من عندي خاصية ترحيل الفليكسات، وده بيكون عن طريق كود نجمة 2000 نجمة 28 شباك. ولو انا حابب ارجع تاني اشغل ترحيل الميجات بيكون عن طريق نجمة 2000 نجمة 28 شباك برضه. أتمنى أكون أفدتكم في موضوع الباقات الشهرية من فودافون. شكرا.